الرحيم. اللي يبغى جنة عرضها الأرض والسماء، حتى لو كان عنده مصائب الكرة الأرضية كلها، حتى لو سوى وفعل كبائر الدنيا كلها، أنا أعرض لك عرض الآن وأعرض النفس قبل ما أعرض لأي واحد فيكم. تبغى الجنة؟ تبغى توصل إلى هذه الجنة؟ بدايتها وأول خطوة تخطوها نحو هذه الجنة وأعظم خطوة تخطوها للجنة هو أن تقول وتعاهد الله من هذا المكان بأنك تائب للملك الديان. هذا مهر الجنة، هذا مهر الجنة إذا كنت تبغى تقدمه. أقسم بالله العظيم إني ذكرت بالله، وكلكم يعرف هذه القصة، ذكرت بالله وتحرك الإيمان في قلبه وقلت لي فلان يمكن تتوب الآن وتموت بكرة، بس تموت وقد بدل الله سيئاتك حسنات، ينقلك الله إلى جنة عرضها الأرض والسماوات. قال هذا الشاب والله إني تايب، أقسم بالله العظيم 14 ساعة يموت في حادث السيارة، يموت وسبابته على لا إله إلا الله، يموت ومصلي الفجر والعصر في جماعة، يموت وهو مشغل شريط إسلامي يسمع ذكر الله عز وجل. هذه الجنة معروضة بين أيديكم، والله سبحانه وتعالى يدعوك إلى الجنة والمغفرة سبحانه وتعالى بإذنه. فإيش رأيكم نتعاهد من هذا الملتقى، نحط يدينا في يدين بعض ويكون شعارنا لن يسبقني إلى الجنة أحد، من هذا الملتقى شعاري الوصول إلى الفردوس الأعلى من الجنة. والله العظيم إنه قريب، شاب من شباب المدينة حضر ملتقى زي هذا الملتقى وكان عمره 19 أو 20 سنة وسمع الآيات، زاد الإيمان في قلبه مثل ما أنا واثق إنه زاد في قلبك الآن، وتحرك الخير في صدره مثل ما تحرك في صدرك الآن، فقال أنا تائب لله، غير صحبته، أقبل على كلام الله. سنة أو سنة ونص، في يوم اثنين الشاب هذا صائم، ومن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن جهنم 70 خريف. صائم يجي يقطع شارع من شوارع المدينة فتصدم سيارة، ينقلونه وهو في سكرات الموت وهو يتمتم ويقرأ خواتيم سورة عما يتساءلون إن للمتقين مفازا، إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا.